انت بتصور فيديو يا ياسين؟ مش انا هعمل فيديو ينفع اعمل كده؟ كنت بكتب اسي في الجامعه فقررت ان انا بدل ما اقعد اكتب 5 صفحات الخصهم في 16 بار. انا شخص اصلا من وانا صغير يعني اهلي بيقول عليا رغاي وكلامانجي فاهم، فانا ايه لقيت حته ارغي فيها براحتي. ولع يعني كاموكوز اوعى تيجي تتروز تلك حطك في الفوز ماشي في الضلمه باين فاكر ام جون انسين فاكر ام جون انسين. الراب هو وسيله للتعبير عن النفس، فانا متضايق هكتب حاجه تضايقني، مبسوط هكتب حاجه مبسوطه، اللي هو على حسب المود والطاقه اللي جوايا تلقائيا هتطلع في الكلام. كنت بسمع فنانين بيناقشوا قضايا اجتماعيه او كده، المسج اكبر مسج بتاعي يعني هيكون ان انت لازم تبقى حقيقي وتقول اللي انت حاسه بجد، ما ينفعش تحاول تبقى مصطنع او ان انت تقول كلام بس عشان ده هيوصل لترند او هيوصل لارقام عاليه او كده يعني. كل الجينجا ستومبا فوق بعض انتوا في الجيب بليارد فرد صدر ناسك مش هممني ولا حس ان التراب كله نفس النمط نفس الاصوات. لما مثلا بندخل اصوات مثلا ساوند ديزاين من نينتندو ولا حاجات ده كده بحس ان هي بتديها الاليمنت المختلف اللي فيوتشرستك زي ما بيقولوا شويه او سبيسي كده. الصراحه ده يرجع بقى للابد وصدمه وتيمو هم الثلاثه برودوسرز اللي يعني دايما بقعد معاهم، فانا لما اقعد مع 4 تانيين في اوضه واحده وبنحاول نشتغل كلنا على اوضه واحده، ده هيقول فكره ده هيقول فكره ده هيقول فكره، كلنا نبني على افكار بعض، بحس الكولابريشن بيطلع احسن حاجه من جوه كل حد يعني، بالذات لو لقيت الناس اللي بيفكروا بنفس الطريقه، ده بحس بيساعد كل فنان ان هو اصلا يكسبلور حتت هو ما كانش متوقع ان هو يخش فيها وكده. انا بحب اجرب حاجات جديده بالظبط، والجنرات اصلا كلهم بيخشوا على بعض، وانت الهدف ان انت تخلي كل الانفلونسز بتاعتك دول يخشوا على بعض بطريقه الناس ما تلاحظهاش اصلا. مش صالح ساكت الدنيا كل سايق يعني تقفل لسه شايق تحت الضغط صاحبي. بس انا محضر لاغاني كتير قوي، فانتوا متوقعوا مني يعني كثافه انتاج وان شاء الله بجوده، يعني كل واحد يقفش اغنيه بيحبها حتى لو كلهم مختلفين يعني.